انا سالت سؤال، قلت له حجي يوسف انت شلون عرفت الدخول من اول مره قمت تتعلم العود؟ قال لا انا عند اخوي خالد اسمعها ورسخ في ذهني اصوات، رسخت في ذهني اشيل وياه بقلبي واروس، وطبعا مرور الزمن علي حفظت اصواته، لكن عود ما جست ادقه. لكن اذا خلونا في محل انا ويا جماعتي سواء في البر او في كشته او في سفينه وبغوا يستانسون انا اغني لهم ونروس جميعهم يزفون عليه. لكن سنه من السنين اللي نسافر فيها سيلان صادف ويانا واحد عنده عود يدق اصوات عاديه، يقول حتى من 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 هزله وضحكته في الاصوات ساعات يقول انا حيزان وينسدح على ظهره ويطق عوده وهو منسدح على حيزان من الغوص ويطق عوده وهو منسدح على ظهره. يقول انا اخذت منه العود وقمت ادق اتعلم، يقول ادق الجمله واراقب النغمه ماشيه وياها ولا مي ماشيه وماشيه. يقول ولا ينا من سيلان الا انا عارف لي اربعه اصوات او خمسه من اصوات اخوي، يقول علي فيها بعض الغلطات. يقول لما قمت اي حضره قمت اصحح الغلطات عندي، يقول ومشيت اخذ منه صوت 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 الى ما صرت ما اللي عنده كله انا عارفه ادقه وحذفه حذفه نفس الحذف وحذفه بسيط ايقاع هو ايقاع تقريبا مو لا ايقاع إيه ما في زخرف ما في زخرف موسيقي ماشي على الايقاع. صار الحين يوسف تلميذ اخو خالد تلميذ يقول لما صرت ادق عدل صاروا ناس من 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 جماعه اخوي ايون عندي الله يسمعون يقعدون عندي ويستانسون عندي. اخوي اختار علي وخانقني وطلعت انا ببيت وهو ببيت. يقول صار اللي يجيني طرده ما يبي واللي يجي عند خالد ها يقول انا طرده. بعد الله الحين خالد تلمذ على يعني يد تلمذ على ابراهيم اليعقوب ابراهيم اليعقوب عن عبد الله الفري، لكن خالد شاهد عبد الله الفري اليوم عمره من 25 الى 26 سنه الى 20 سنه شاهد عبد الله الفري واسمعه. والله انا عمي احمد يقول شوف عبد الله ونعرفه بعد ايام معروف يعني نقعد وياه بالفرق يعني نقعد وياه نيدوانيك بس ما لقينا صور له لا ما له صور عبد الله الفري ما له صور وحش علي انا ملا عابدين انا لحقت عليه عمره حوالي 70 او 75 وانا اليوم عمري 25 وكان شاعر وكان يجينا عند صقر الشبيب احيانا وهو شاعر باللغه العربيه وشاعر باللغه الايرانيه ايوه وشاعر الشيخ مبارك ومسميه خزعل مطلق عليه لقب ذو الرياستين يعني رياسه الشعر العربي ورياسه الشعر الفارسي. واذا انقص صار ما عنده فلوس مدح الشكاية حق الشيخ مبارك وقفله بالطريق. الشيخ مبارك يركب عربانه قال له عندي قصيدة طويل العمر، قال له وجه اركب ركب في العربانة قال له اقراها، كان يقراها على طول حسة وهو ماشي بالسوق يقرأ القصيدة عاد إبراهيم بن يعقوب هذا ما أخذ عن خالد عن عبد الله الفري رابي في الهند اللغة الهندية يجيدها إجادة تامة ودارس في مدارس الهند حتى خالد الفري ابن عمه صديق لي ما قبل كم سنة يقول لي والله احمد عثرت في اوراقه على نوتة على نوتات وينها؟ قال والله ما ادري وين راح وجامعها عندي مع شعره وما ادري وين ضاع منه وين راح في المطبعه لا رايح يطبع الشعر العربي ماله ومات في الشام وتم ما حد راح في الشام تم وسوي
ستة أشهر سبعة أشهر ما حد راح لهناك. هو راعي الشقة ما الشقة راح للشرطة وما الشرطة والشغلات علشان يسلمون شقته يسلمون حر صاحبه وسلمون حر صاحبه، لكن شنطة وشغلاته مفقودة ما أدري وين راح ويا أوراقه كلها. إيه عاد بقى هذا يوسف البكر يداوم على العود بعد ما يدق عود إلا بعد صلاة العشاء. يدق عود إلى الساعة 11-12 يونا شلة يونا ناس كبار أشراف عبد الوهاب بن قطامي وناس أشراف كل عنده، حتى خالد الفري خالد البكر علي الخليفة سلمان بحمود كل الشيوخ عنده والبدر الكبار البدر رجال يعني مو عليهم مش طف رجال عظيم مو لحاله ولا ايه ايه طبعا حاجات كلها كلها كلها. وبعدين خالد الفكر العصر الصبح الضحى والعصر يسوي ساعات يصلح ساعات يصلح ساعات خالد ايه خالد يصلح ساعات. عابدين يحشي علي يقول لي اني انا عبد الله الفري يطرش علي اكتب له بعض قصايده لأن عابدين خطه جميل جدا جدا مشهور إيه. يقول لكن ساعات القاي صحت حطبه ولا شيء يقول سوي تمثال آدمي من ابدع ما يكون من حياتي عبد الله إيه. وخالد الفري يقول انه رسم روحه على منظره يعني جاب المنظره وقام يرسم نفسه من المنظره على المرآة لا وين محلهم أبو محمد الفري أبو محمد الفري عنده 40 مركب شراعي ينقل 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 أدوات الشركة التجارية البريطانية في من 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 معداته وشغلاته وتمورها وشغلاتها من العراق إلى الهند ومن الهند إلى العراق. عنده مراكب يوم يموت مات عنده ثروة طائلة كلش ويوم يموت عبد الله الفري عمره 18 سنة تولى على الثروة عبد الله الفري في الهند ودي كل يوم ياهل وفنان ويدق العود في اللغة العربية وفي اللغة الهندية وحول الغانيات وما الغانيات والشغلات ضيع الثروة كلها. حتى تالي قام ابتكر أصوات مثلا دخل أصوات خلط مزج فيها بين الصوت العربي يعني وبين الهندي مثل ملك الغرام أنانية هندي بالضبط تقريبا يعني لكن حلو شلون إيه هذا التطوير مو التطوير القاعدة مضبوطة قاعدة الصوت مضبوطة إيه صوت مضبوطة مو التطوير مدات والطلعات اللي غنونا الحين كلهم ذيلا ما يعرفون الفن ولا يحبوا عليه ولا يسمعوا شيء. انا سمعت يوسف البكر واحد من 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 شو اسمه من الفنانين الكويتيين كان يقول هذا يماني صحيح شوف ايش كثر ابتعدنا في ظرف 15 سنه حضروا فينا هالناس الحين صارت مولية لا خلاص والله ما نسمع الصوت نسده يعني صار الصوت موال لا نسده والله الحين اللي يدور على الأشياء دي بقى اللي بيجونا من أوروبا من الدنمارك ومن اليونسكو ومش عارف ايه بيدرسوا فيه بيدرسوا فيه تمام بس الغريبين بعتلهم تقارير هنا يعني حيجنن شلون لقوا الثروة دي ما توصل بكر؟ ايه ما مش بقى من الأصوات الكويتية القديمة هذه ايه هذول اللي بيهتموا انا ودي من اصحاب الاصوات الحلوه مثل شادي الخليج او مثل اي واحد يكون تدرب له على صوتين او ثلاثه بس ويدقونهم بعود وكرمانجه ومرواس واحد بس الطريقه وين الطريقه ما تسمع يقول ايه وبرا تسمع يقول يا ليلى دانا يقول شلون لا خارج برا خارج لقاء اي خارج لقاء قلب الكاش يقول لك قلب الكاش الريحه ريحه صبوي الريحه ريحه يعني يقول قبل حرك شجوني والتهابي ناس من ساسين الريحه ريحه صبوي نضع عليك الريحه ريحه صبوي لكن ما الريحه ريحه صبوي على طول هذه
هذا جلد الجاز بحطه فيه صوتين هذا مزدوج بيحط ده وبيحط حرك شيوني لا ده ريحه في صوت من اصوات يوسف البكر يشبه الفن ايه يعني لو اسمعهم اعرف اي واحد يا ليلى داني داني لا دان ده لا غير يا رب ببص صوت او هو يعني بعد ما يقرا من الصوت وياي خلطه يردون عليه شكل الفن اللي هو ما همني دنيا ولا مال ولا حد لخلي سيقال اللي بيردون عليه ده يعني ما تنظرون دمعتي سالك لا لا مو هذا مو هذا مو تنظر دمعتي سالك يردون عليه هذا غير صوت هذا يحاشي علي سعود شو اسمه سعود اليوسف سعود اليوسف يقول هذا الصوت انا حضرت مولده يقول ابراهيم بن يعقوب ويابر اخو مبارك الصباح كان نادي الفيشة وابوي يوسف مطوع يقول قاعدين على الرمله وياهم بن يعقوب ابراهيم بن يعقوب وقاموا يتلحنون في شيء كذي لحن كذي هالنمونه وابراهيم بن يعقوب يعدل شوي وياهم ويعدلون ثلاث اربع ليال قال بس صار صوت مضبوط يقول وعزف ابراهيم بن يعقوب عزف وطلع صوت مضبوط ومشى هذا يوسف البكر يا ريت نعرفه مين هاي انا عارفه لو اسمعها عارفه ايوه وسعود اليوسف معروف موجود كان موجود حي يقول انا صغير وياهم غير ليالي بعض الضاعنين لا 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 دي عربي لا لا شامي تاني انا ما ادري شلون تاثير هذا قول له على الاسامي اللي عندنا عندكم انتوا نصوص لا إيه. اشوف كلام قول له اسامي لا بس اسامي النصوص عندنا شامي لا لا الاسماء شامي. الاسماء ليالي بعد الضعين لا لا ترنا هندن رفا لا وعجم الجمال مرت على يديها لا يحيى عمر قال يا حمام مالك كل من مل هوانه لا الحمد لمن غدره لا البارح حارب المطرب ما تنظرون دمعتي سالت لا الله يلي على العرش اعتليت لا ملك الغرام خليلي ايد بركات المدام يا من حوى خليلي يا من حوى ورد الرياض لخده حسنها شل روحي يا روحي من الغيب يا ضبيت البان يعاتبني على نظري إليك تمتع بالرقاد قلب المحب لولا النسيم نالت على يدها البارحة حرب المطرب أهلا وسهلا بمن فاق القمر يا أسمر اللون أهلا وسهلا بمن فاق القمر البارحة حرب المطرب ولما التقينا للوداع أجل عندي كلام هذا ولما التقينا للوداع عشية ما دائما أدري فيها كلمة ايه متى يجمع شملي بكم متى يجتمع شملي بكم اهلا وسهلا بمنطقة الغمر مر بي واحترش حرك شجوني والتهابي في هوا بدري وزيني يقول فعلوي ايه يقول خلوي مع الاغنين ايه هذا مالي بقول لك انا هو ده هو ده اللي فيها ليه لا داني لا داني ايه مع الله غني إيه يقول أخو علو مين اللي لحنه ها مين اللي لحنه تقول إبراهيم يعقوب مع يوسف مطوع وجابر الصباح شيخ هذا إيه وإبراهيم يعقوب إيه ثلاثة إبراهيم عقوب اسمه طوع جاب الصلاة خبر حلو ده الكلام بتاع الثاني ولما التقينا للوداع عشية ايه بعد من ايه أرجو مش عارف حياتي والدموع تسيله ما تزعف لو أسمعها يمكن ما أنا بقولك على هان ولما التقينا للوداع عشية في كلمة هنا لا أسمع يوسف البكر ايه لا لازم عاوز اليوم بقى دي نجيلك يوم ولما التقينا للوداع عشية عجبت حياتي والدموع تسيل أسأل ربيعنا جاءت هجوم البين من كل جانب أقول مضمون بس الكلمة دي حياتي ولما التقينا للوداع عشية
في ناس عندنا يحفظوهم. اي يلا. في ناس عندنا بالديوانيه من 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 جلساء يوسف البكر. ومتى متى يجتمع شمل بكم وحدي؟ انا سمعت واحد امس يقول ان فهد العسكر الى شريط مسجل بصوته. العسكر ما كان في شيء كل شيء. يقول لي امس صريح عبد الرحمن صريح. لا يقول قايل له واحد عندي شريط بصوت فهد العسكر. طيب كل سنه قلنا يا معود عرضوه على خلي يعرضه على المجلس. ما يصير لو كان موجود كان يعرف فيها بعض الله مش ممكن يكون راح عنه. بس يقول في نقطه واحده ان في بعض الشعر يعني بديع الكلام يعني فهد عادته هو يقول حاجات. لا ما سجلنا ما سجلنا لحق فهد برسلي. بس هذا يقول ما انسجل. هذا هذا كانت اللي بل قد اعتمدت في تدوين هذه الالحان والاصوات على التسجيلات التي سجلها الاستاذ احمد البشري الاديب والمؤرخ الكويتي الكبير للفنان المرحوم يوسف بكر عام 1952. وكان عمر الفنان في ذلك الوقت يناهد 80 من عمره، مما شعرنا بالثقه في اننا ننقل اقدم الاشكال الموجوده لهذه الاصوات واكثرها مدعاه للثقه. بيقول يقال ان الاستاذ احمد ان السبب في تسميه الصوت العربي ترجع الى ان النصوص التي كانت تغنى بها الحان هذا القالب في الماضي كانت كلها باللغه العربيه الفصحى. تقول انت اللي تقول. وعليه فمعنى صوت عربي هو صوت بالشعر الفصيح. كما ان الحان قالب الصوت الشامي، والشام هنا منطقه باليمن يقال لها شام اليمن، كانت تغنى بالشعر الشعبي الحميني مثل الحان الصنعانيه اليمنيه التي تغنى بهذا النوع من الشعر. لقد كان ذلك في الماضي، أما الآن فكلا القالبين يؤديان بكل أنواع الشعر الغوير الفصيح. فعاوزين إيه سيادتك تكتب لنا مقدمة الخطاب أو الكتاب ده، وأجي لك بكرة اللي أنت آتي أشوف عندك شوية صور على الصورة لك حلوة إن شاء الله. صورة ليوسف البكر كم موجودة عندك؟ أشوف صورة. والله عندي 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 الفيلم ما حد صور إلا أنا. إيه الله. ايه ايوه يوسف البكر. إيه؟ ما حدا اخذ له صوره الا انا. اي أيوة والله احسن. وديت حطت رجله على عليك على رجلي بكرسي كده بالعود. ايه اي والله هديت وطبعت له صوره انا الساعه خشين في التصوير. إيه؟ يعني توني امارس. إيه؟ وضبطت النور على الميجر هذا وركبت كل حاجه واخذت له صوره. الصوره مش فيلم لف. عندي آلة فيلم فيلم مربع جزاز. مربع جزاز مثل جزاز لكنه بابل. اي الفيلم ما ادري من اعطيتها انا، اعطيتها ناس من 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 اللي يحتفظون بش دائره دائره اللي هي الشؤون الاجتماعيه ما ادري وين. والفيلم لعن متحف يمكن يمكن المتحف لا لان عندهم متحف عندهم صوره مدينا له يمكن صغيره كده ما ادري والله. لكن لما اردت اطبعها على الورق انا بروحي انا اللي حمضتها اطبع الورق قربتها كان يصير العود صوب اليسرى. ما يستاهل مو الفيلم لما قربتها يصير انا بعد ما ذيك اليوم ما عرفت ان الفيلم له وجه او كذي يعني توني حلو قوي. اي طلع على اليسرى عشان يقول شلون انا ادق على اليمنى وانت تطلع على اليسرى فتطلعني عسم. هذه مالتك مقلوبة. يقول لي ماكينتك مقلوبة تمثالي مو عدل يسمي صورته تمثاله. لا انا عندي بقى الموضوع اللي انت بايه في الشرات اللي خدتها منك حطيت لك هنا ركن بتاعك هو محطوط ده بتاعك. يقول لك هذا شغل شياطين لما تقول له التسجيل متسجل له ويتكلم. هذا حاجة من أحزن ما يكون. يقول له شياطين ده تقول له لا ده علمي. يقول لك والله علم لطيف أول من أغشان دي كان. في الشاطة عندي بشيء كتير. لأحنا عايزين اللي من دول كده نجيك كتير يعني. حياك الله. الله يطول عمرك. مش كده إبراهيم؟ والله عشان نكمل شوية. عبد الله ايش رايك في اغاني الاطفال ما سمعتها؟ لا سمعتها مره واحده سمعت قسم بسيط لحقت على اخرها فلش اسمها. لا لا نسجل حالك تسمعها؟ اي لا حطينا لها شويه موسيقى وهالشكل ماشي. انت سبب الاصل ما تسمعها؟
يعني توزعت موسيقى عليها هي على نفس الطريقة ونفس الكلام ما تغير شيء منها. ساعة قربت واحدة ربع بنتي الدوام والله الأخ أحمد علي لا فضل هذا الكويت في خدمته فضل فضل ما يقاس ما يقاس ما تقدر تقدر بشيء ثمن ما يتقدر ثمن. أنت اللي تقول يعني واللي يفهم يقول أخو في بعض الناس ما له قيمة. هو المسألة مسألة التاريخ نعم. اللي هي التاريخ هو اللي صحيح الإنسان ما يفعل في حياته ما كل ما يتقدر ما معروف بعدين يفكرون أنا وياه 16 سنة أمين 16 سنة أنا وياه إيه في مكان واحد إيه مو هني بالإذاعة إيه شيب بالكويت شيب يا مرتبو يا مرتبو بالمعروفة بالمسيحة يا مرتبوي يا مرتبوي يا مرتبوي يا مرتبوي عشان نستريو مع بعض شوفوا عشان بعيد من هنا من جوه تسمع تسمعهم كده انت تسمع هنا الاثنين مع بعض ايه هي السيريو ده ايه المطر يعني زي المطر تنج تنج زين اللي استطعته وتخلوهم سوا سوا احسن ما يكون زين اطفال معطيه الانصاريه سجلناهم هناك بنات بنات معطيه الانصاريه دول ايه امتزقت فرقة في إذاعة؟ لا تربية